دوبتة بتحل في حلقنا دي اليوم دكتور وفاء شفيق فيلالي. دكتور داء السكري وخصوصيته مع الفئة العمرية المسنة، شنو الحاجات اللي كتخليكم فيه وأي تحت التعريف ديالو اللي جات على خاطرك؟ أنا داء السكري واحد المرض اللي النسبة ديالو اللي كتصيب للناس في واحد الفئة عمرية فوق من 65 سنة، لأن الناس اللي كنقولوا الإنسان مسن ابتداء من 65 سنة، هاد الفئة العمرية كتكون معرضة لهذا الداء السكري. يا إما كيكون تشخيص ديالو قبل من هاد العمر وكيكون ديجا وصل فهاد السن مضاعفات، أو لا كيتم تشخيص ديالو ابتداء من هاد العمر وكتكون مضاعفات كتكون في متوسطات المدى أو بعيدة المدى. بالنسبة للناس اللي كيتم تشخيص ديالهم قبل من هاد الفئة العمرية كيوصل هاد المرحلة كتكون ديجا مضاعفات وصلت، يا إما مضاعفات اللي كتكون كتصيب العين الشبكة الشبكية، كتصيب الأوعية، كتصيب الدموية، كتصيب العصب ديال الرجلين. كاين مضاعفات اللي كتكون عندها علاقة بالمتابعة اللي ما كتكونش مستمرة، كتكون متابعة صحية ما كتكونش مستمرة. دونك كتوصل هاد الفئة العمرية كتوصل ديجا المضاعفات وكتكون المتابعة ديال هاد الفئة العمرية كتكون شوية صعيبة، صعيبة. وخصوصا إلا كان ما كانش محاطين بالعائلة ولا بالناس اللي كيكونوا متبعين. واحد خلاص أنا بغيه عامل السن يعني مع الشيخوخة وتقدم في العمر كتزاد وخا ما عندوش داء السكري دكتور كيبداو بوادر ديال ظهور علامات ديال هذا الموضوع ياك اللي كيتم التشخيص في مؤخرا حتى لهاد فهاد المرحلة هذه، يعني ما كيكونش عنده سابقة كاع ديال داء السكري ومع العمر داكشي اللي شفتو كيكتشفوا عاد كيكتشف هاد الفئة هذه. هذا احتمال كاين، كيكون احتمال بأنه لأنه النسبة ديال السكر في ابتداء من واحد السن ديال 65 سنة كيكون حتى الجرام 26 راه تقريبا طبيعي، ابتداء من جرام 26 حتى الجرام 40 وهذا عاد كنقدروا نقولوا بانه راه مصاب بداء السكري، حتى الجرام 10 جرام هذا راه. وبالنسبه للمخزون ديال السكر حتى 6.5 اللي هي عند انسان قبل من هذا السن كتكون نسبه مرتفعه راه ديجا مصاب، التشخيص كيكون مشخص بانه عنده داء السكري. في هذه الفئه العمريه كنقدروا نوصلوا حتى 7.5 عاد كنقولوا الانسان راه مصاب بداء السكري. الوغ شنو تيوقع في الجسم في هذه الفتره العمريه دكتور؟ ناخذوا غير فكره باش المستمعين يفهموا شنو التغييرات الفيزيولوجيه اللي كتوقع على الداس ديالنا مع تقدمنا في العمر. ديجا كاين بعض التغييرات الفيزيولوجيه اللي الانسان كيكون الاعراض ديال داء السكري كتكون كثره التبول، العطش، كتكون بغض النظر على المضاعفات ديال السكري كيبدا ينقص النظر، كتبدا كتكون مضاعفات اخرى اللي عندها علاقه بدون ما تكون الانسان مصاب داء السكري، كيكون ارتفاع الضغط، كتكون مشاكل ديال الخرف، مشاكل ديال الزهايمر، مشاكل. دونك هذه الفئه العمريه كتكون مضاعفات اخرى ما عندهاش علاقه بداء السكري بصفه مباشره. وبيان سور اللي كيزيد حتى داء السكري بحال هكا كيكون هاد جميع العوامل كلها كتاثر كتحمى عليه كتاثر بصفه اكثر على الصحه ديال الانسان اللي في هاد الفئه العمريه. طيب انا غادي ندقوا شويه في شنو الاعراض اللي كيقدر يكون عند هاد الشخص هذا في هاد الفئه العمريه المسنه دكتور، شنو كيقدر يعطينا كعلامات واعراض تبان عليه باش واحد يفهم؟ اول حاجه هو الانسان كيرتفع، يقدر يرتفع النسبه ديال السكري لواحد النسبه عاليه بزاف، عاد الانسان كيقدر يحس بها. يقدر يكون عنده 2 غرام وهو كيحس براسو طبيعي، حتى يوصل 3 غرام 4 غرام عاد كيبدا الانسان يتم التشخيص ديالو. دونك ديك الساعه كتكون الاحتمال باش تكون مضاعفات حاده بواحد الطريقه اللي كتشكل خطوره على الصحه ديالو في بواحد الطريقه مستعجله. يقدر يدخل مباشره المستشفى، وكتكون بعض المرات عندها تاثير على الدماغ، يقدر يدير واحد لودام سيريبرال اللي كيكون عنده علاقه بالارتفاع ديال كتسمى ليبيروسمولير، الكوما ايبيروسمولير، بغض النظر على الكوما اللي كنعرفوا عندنا اللي عنده سكر مرتفع كتسمى لاسيدوسيتوز. فهاد الفئه العمريه كيكون الكوما ايبيروسمولير كلشي تقدر ترتفع النسبه ديال السكر حتى 7 غرام ولا واحد الطريقه اللي زعما خياليه. وعندها مضاعفات بيان سور من بعد على من بعد على التفكير ديال الانسان وعلى
الدماغ ديالو على الحاله الصحيه ديالو بصفه عامه. بشكل عام صح، كنعرفوا انه هذه الفئه العمريه مع تقدمنا في العمر كناخذوا بزاف الادويه دكتور ياك، وهذه الادويه اكيد كتكون اطباء مختلفين تخصصات اللي ذكرتيها، يقدر ياخذ دواء بهذا وياخذ دواء بهذا وياخذ دواء بهذا، اخذ هذا كم ديال الادويه هل كيقدر ياثر على نسبه السكر في الدم بالنسبه للشخص ديالنا مع تقدم في العمر وكياخذ هذه الادويه بلا ما يحس؟ في هذه الفئه العمريه كيكون الطبيب ديال القلب، ولكن ملي كيمشي الانسان عند الطبيب ديال القلب راه كيديه معاه تشخيص ولا الادويه ديال المول السكري، كيمشي عند الطبيب ديال العيون نفس الشيء، وحنا كنتعاملوا بواحد الطريقه اللي كتكون متكامله، ما كنكونوش زعما بحال ما انا كيجيني مريض بالسكري كنشوف لوردونونس ديال مول القلب وكنشوف ديال المول الكلي وكيكون دائما داكشي كيتماشى، الادويه كتكون ما كتكونش هناك تفاعلات بينات مضادة بيناتهم، كتكون زعما الحمد لله كيكون حتى الا ما كناش وكيتوقعنا بعض المرات اللي كنتصلوا بالطبيب المعالج باش كنقولوا واش يمكن لي نعطي الدواء الفلاني مع الدواء ديالك الا كان عندنا واحد التساؤل. دونك بالنسبه يعني بالنسبه للتجربه ديالنا حنا كيكون زعما هناك واحد يعني احتمال الادويه انها تقدر تاثر على نسبه السكر، هذا الاحتمال كاين. الا كاين ادويه اللي كتخاد على في مجالات اخرى اللي كتخاد يا اما على مثلا خصوصي الا كانت كتخاد بواحد الطريقه عشوائيه ماشي، ولا الا تخادت في واحد الفتره معينه والانسان بقى كياخذها بلا استشاره ديال الطبيب كتقدر تاثر على السكري. تقدر طيب موضوعنا اليوم داء السكري ومضاعفات ديالو عند كبار السن مستمعينا الاعزاء بحضور الدكتور وفاء شفيق فيلالي اختصاصيه في امراض الغدد وداء السكري والكوليسترول علاج سمنه امراض الغده الدرقيه اضطرابات الهرمونيه. الى حابين انكم تسالوا اي سؤال او تستشروها في اي حاله ربما وقعت لكم او حتى بالنسبه للعائلات المرافقه، حنا تنتكلموا دائما ماشي فقط المسن، بعض المرات ما كيكونش عنده حتى القدره انه يقابل دواه ويمشي عند طبيب ويدير فحوصه ديالو ياك دكتور، فكيجي مرافق بالعائله المرافقه ديالو. غالبا كيجي مع المريض كيجي جوج ثلاثه بعض المرات اكثر، وليداته ولا الناس اللي قرب منه اللي كيراعيو هاد المسن. حنا كنتكلموا في فقره يعني في سن متقدم شويه ماشي تنقولوا باقي سن، فبالتالي هذا ربما الناس اللي كيقوموا برعايه هاد المسن شنو الوصايا اللي كتوصيها دكتور وفاء الفلالي وشنو هما الامور اللي كتقول ما عندك ردوا البال اللي يقدر يوقع هذا ما هذا لانه عنده مضاعفات عليه، شو هاد الامور بالنسبه لهاد الناس المرافقين اللي كيكونوا هما اللي كيباشروا العلاج ديال هاد الفئه العمريه؟ كنصحوهم باش يتبعوا يحضروا في النهار ديال الكونسلطاسيون نهار ديال الفحص ويراجعوا الادويه. بعض المرات كيجي المريض وكيجي معاه المرافق وكنبدلوا الادويه ولا كنبدلوا حتى الا ما بدلناش الادويه كنبدلوا الجرعه كنبدلوا، وكيكون بعض المرات الناس ما كتنتبهش بانه راه تغير الدواء الفلاني وكيبقى ياخذ الدواء القديم والدواء الجديد. دونك كيخص بحال دابا مثلا في ذاك الخنشه ديال الدواء اللي كتكون عند المريض ملي هذا يراجعوا الادويه اللي تخرجات ويستشروا الطبيب واش نزول هذا ونخلي هذا وهذا شحال ياخذ منه باش كتكون هناك واحد مرافقه مضبوطه 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 مضبوطه. حاجات اخرين اللي كتزيدوا توصيو بهم من العائله المرافقه دكتور؟ لا كان هذا هو العنايه بالنسبه للسورتو المرضى المسنين، هو الطريقه ديال العلاج واش كيتخاد في الوقت واش ما كي ياخذوا شويه ينسى ويعاود ياخذوا، بالخصوص الناس اللي كيتناولوا الجرعه ديال الانسولين واش كتخاد بطريقه مزيانه، واش الانسولين في الكدار في المكان اللي كتكون مصطفى عليه كيقدر المسن يبقى ياخذ الانسولين ولا كتغيروه؟ ممكن بطبيعه الحال كتغير حتى حاجه إلا كانت كتخاد وخصها تخاد كياخذها، والطريقه ديال الجرعه واش كتخاد بطريقه صحيحه ولا لا. دونك هادشي كله كنصحوا به المرافق باش. وحاجه اخرى هو بالنسبه للمرضى السكري عندنا في هذه الفئه العمريه هو المضاعفات اللي كتكون عندها علاقه بالهبوط ديال السكر مثلا، كتكون كتنصح الناس اللي كيكون المرافقين شنو الاحتياطات اللي خصها تخاد الا طلع السكر ولا هبط السكر. وحنا بالنسبه ليا شخصيا كان عندي واحد الرقم ديال كنتواصل به مع العائلات ديال الناس كيخليوا لي ميساج مكتوبين ولا اوديو وكنراجعهم يوميا وكنتواصلوا مع الناس، يمكن المريض ما نشوفوش 3 شهور ولا هذا ولكن كنبقاو كنتواصلوا مع العائلات بصفه هكا باش ما كيحسوش براسهم بانهم راهم غادي. نقطه مهمه صراحه ديك الفكره ديال انه كنتشاوروا وكاين تواصل، كيبقى دائما تواصل دائما نصائح دائما كيبقى التواصل لان هكا باش كيكونوا لان
باش الانسان يكون خاص متابعه متابعه هي المهمه. وحاجه اخرى عاود كان من ناحيه ديال النظافه, من ناحيه الانسان ملي كيوصل الفئه العمريه كيكونوا مساكن كيهملوا راسهم, ماشي كنحس ما كتكونش عندهم القدره, ما كتكونش دونك كنحاولوا ناكدوا على هاد ديال النظافه بخصوص ديال الرجلين, التعقيم, هادشي كله نصائح اللي كنعطيوها للمرضى والمرافقين ديالهم, باش كتكون حيت بعض المرات كيمكن يتجرح وما هذا يمكن داك الماء ما كيغسل بين رجليه يتوضا وما يمسحش مزيان وتوقع داك التعفن ديما بين داك الفرجل ديالهم وما كينتبهوش حتى كتجينا داك الغونغرينا. دونك هذه مضاعفات اللي مهم الانسان يكون عارفها والاحتياطات اللي خصو يدير, وغيتوقع اي أدرى هذا كيستشروا مع الطبيب المعالج. شكرا دكتور رضا, صراحة تحسب مهم الإنسان يكون متابع ويسول, لأنه بعد خطر هادو من بين الأشياء اللي تيقولك ما كمشي للطبيب وكان بغي نطرح الأسئلة ما كيفسر ليش مزيان. كيخص داك المتابعة تكون والطبيب يكون دائما مستعد, باش كاين بعض المرات اللي كيصوروا ليني الجرحى ويصوروا لينا رجلي ويصورنا إلا خرجت فيه شي حاجة ولا هذا, وكان نصحوهم وكان هذا. دونك هذا هو الدور ديال الطبيب المعالج. صحيح. طيب قلتي لي كاين جوج الأمور مهمة, اما يطلع السكر اما يهبط السكر. فشو ما العلامات اللي غيبان لي انه راه طلع السكر, ولا العلامات اللي غيبان لي راه هبط لي السكر, باش ننتبه ويكون رد الفعل فوق. الا طلع السكر تبول بزاف, العطش بزاف, كيكون النظر كيكون دابا ديال الشوف, كيقدر الانسان الا طلع السكر بزاف عادي يدخل في غيبوبه, والا هبط السكر عاود العكس كيولي الانسان كيحس بالتعرق, كيحس باضطراب حتى هو في الشوف, كيحس بحريق الراس, يقدر يبدا الانسان رعش ارتعاش. هذه كلها مضاعفات اللي كتجيب واحد الطريقه بالخصوص الا هبوط السكر, كتجيب واحد الطريقه حاده مفاجئه, وديك الساعه كيخص يكون عارف الانسان شنو الاحتياطات اللي يدير في ذاك الظرف هذاك, هو والمرافقين ديالو, ولا حتى الا كمشي بلاصه في الناس بالنسبه للعموم كيفاش يكونوا عارفين في العموم يكونوا ناس عارفين الا انسان مسن ولا هذا, اول حاجه اللي يدير هو يعطيه شي حاجه حلوه يشربها باش هكا يعتق الحاله بصفه مستعجله. كاسعاف اولي خصو ضروري يبادر ياخذ شي حاجة حلوة. كتخوفوا كثير انه يهبط على يطلع؟ كنخافوا من التخوف ديالنا حنا هو الهبوط اكثر من الطلع, لان الطلع كيجي تدريجي والهبوط كيجي بواحد الطريقه مفاجئه. والمضاعفات هي ممكن, ولا النرفزيه بحكم انه كبار سن تيكون خاطرهم شويه ضيق, يعني على قدهم ساكن تاخذهم بالخاطر, الى غير تعصب كيقدر انه كيطلع ولا كيهبط. الى الانسان تعصب هذه بصفه عامه كتطلع الهرمونات اللي كتطلع السكر الكورتيزون, هذو كلهم هرمونات اللي كتطلع السكر. دونك فعلا القلق كيفرز هاد الهرمونات اللي بصفه هذا كتطلع السكر. دونك ثاني كل ما تفايدينا انه يتوتر ويتقلق ويتعصب كمسن انه راه غادي يدخل في واحد غادي يطلع له السكر غادي نذكروا فقط بالارقام مستمعينا. ومشكوره دكتور وفاء شفيق فيلالي, اختصاصية في امراض الغدد وداء السكري والكوليسترول, علاج السمنه وامراض الغدد الدرقيه, اضطرابات الهرمون. اللي كنعاود نذكر بتخصص لانه تبارك الله عندك تخصص شامل الا جينا نقولوا ياك دكتور, ما شاء الله عليك. وبالتالي انه ما يكون طبيب عنده تخصصات لا تيكون إفادة أكثر, لأن كنقولوا داء السكري أكيد تيكون مع لازمة ديال الكوليسترول, تيكون داء السكري ومشاكل الغدة الدرقية, داء السكري واضطرابات الهرمونية, هادو كيكون ياك حيت غير باش ندير التعريف ديال هاد التخصص هاد التخصص هذا كل ما هو كيتعلق بالغدد, والغدة ديال البنكريا راها داخلة في الغدد في التخصص ديال الغدد, والسكري راه عنده علاقة بالغدة ديال البنكريا, دونك راه داخل ما كاينش تخصص ديال السكري بوحدو وتخصص ديال الغدد, راه السكري امراض الغدد والسكري شامل جميع امراض الغدد, بما فيها حتى المشاكل ديال العقم وما فيها دونك كل ما كيتعلق بالغدد راه بما فيه الغده ديال البنكرياس. طيب الغده الدرقيه وعلاقتها بداء السكري هذا بين قوسين كيفاش كتكون دائما, لانه مول داء السكري تيكون احتمال عنده غده درقيه؟ كيقدر يكون, لانه كيف كتعرفوا بانه بعض الامراض عندها علاقه بالسيستم المناعي, وهاد الامراض ديال الغده الدرقيه كتقدر تكون عندها علاقه بالكسمه التيرويدي داشيموتو, كتكون ولا ليزيبر تيرويدي ولا هذو كلها عندها علاقه بالسيستم ايمونيتير بالسيستم المناعي, وهاد السكري حتى هو كيقدر في بعض الحالات يكون عنده علاقه بلوتو ايمونيتي, دونك كلها داخله في الامراض المناعيه اللي كتكون المناعه ناشطه وكتدير خلل في بعض الغدد بما فيها الغده الدرقيه وغدد اخرى,
وبما فيها الغدة ديال البنكرياس دونك عندها علاقة بسيستم المناعي اللي كتكون فيه اضطراب. شكرا على التوضيح باش المعلومة توصل للمستمعين. تقدر دائما عند مالين السكري كنبحثوا على اضطرابات الغدة الدرقية والعكس بالعكس الناس اللي عندهم الغده الدرقيه كنقلبوا على السكري يعني في ما كان اضطرار يديروا تقريبا ديال دائما حتى الا ما كانش في عند الشخص المريض كان كيقدر يكون في العائله كتكون بعض الامراض المناعيه هذا عنده السكري دونك وراثيه وهذا في الانتروغاتوار سورتو النهار الاول واش عندك في العائله اللي عنده السكري ولا اللي عنده واش عندك اللي عنده الكوات واش عندك اللي عنده امراض اخرى ديال الغدد. طيب دكتور شكرا كيف ما قلت على المعلومه والتوضيح. احنا دائما ارقامنا مفتوحه مستمعينا الاعزاء غادي ناخذ الاسئله ديالكم على ارقامنا 05 22 31 33 33 او الرقم الثاني اللي هو 05 22 30 30 00 او كذلك تفعلوا معنا على رقمنا ديال الواتساب اللي هو 06 2004 4. تنتكلموا على داء السكري وكبار السن هذه الخصوصيه ديال المرحله العمريه اكيد عندها اسباب عندها اعراض عندها عوامل كما كنقول ديال الخطوره خصنا نردوا البال تشخيص والمتابعه شي حاجه اللي الزاميه وضروري كيف ما شرتي لها دكتور وفاء فيلالي. وايضا كنا الادويه كتخاد ضروري 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 في وقتها طبعا الحال كتبقى مراجعه مره نقصوا مره نزيدوا على حسب الحاله حسب الحاله وعلى حسب التحاليل وعلى حسب النتيجه. طيب فاحنا غادي نكملوا حديثنا معنا غير فاصل ياك اختي كوثر ومن بعد راجعين غادي نستقبلوا المكالمه ديالكم فمرحبا بكم معنا. ودائما احنا راه الاشاره من خلال حلقات برنامجكم الاسري لالا فاطمه كعاده كل يوم جمعه فقرتنا بالوالدين احسانا. مرحبا بالاسئله مرحبا بالاحتياجات ديالكم اي حاجه بغيتوها على الراس والعين فغادي نمشيو فاصل ومن بعد راجعين خليكم معنا مستمعينا الاعزاء. ودائما راه الاشاره دكتور ياك فيلالي احنا غادي نجاوبوا على الاسئله ديالهم. شو من الاسئله الكثيره اللي كتجي على العياده في الفتره المسنه يعني شو كيكون قلق ديال الاسر المرافقه ديال المسنين خصوصا ملي كتكون عنده سابقه ديال داء السكري مش كيخافوا؟ كاين بعض الناس اللي مثلا ارتفاع ديال النسبه ديال السكري وخصنا ناكدوا على واحد النقطه هو انه ما خصناش نهبطوا النسبه ديال السكري بواحد الطريقه سريعه. كاين في هذه الفئه العمريه كاين بعض الناس اللي كيبغيو السكر من 4 الغرام يهبط الغرام هذه كتقدر غير بحد ذاتها تشكل واحد الخطوره بالنسبه لبعض الشرايين سورتو بالنسبه للشبكيه وبالنسبه الوغ كيخص ذاك الهبوط يجي بشويه. وحنا راه كنتعمدوا ما نعطيوش واحد الجرعه ديال الدواء ولا ديال باش تهبطوا من ذاك 4 الغرام هذيك حد ذاتها كتقدر تسبب في التلف ديال الشبكيه. شي بالنسبه للناس اللي عندهم مثلا مشكل ديال الجلطه ولا اللي مثلا عندهم ذبحه صدريه ولا اللي عندهم كنمشيو بشويه بشويه باش كيجي ذاك الهبوط كيجي تدريجي باش ما ياثرش جوست ما كيقدر ذاك الهبوط ديال السكر من 4 الغرام ل 1 غرام يشكل خطر على الخطر واكثر الا كان قل من غرام. دونك كنمشيو تدريجي وذاك المواكبه كتكون حتى هي تدريجيه وهذه مواكبه ذاك الهبوط التدريجي. شحال خاصه ديال الوقت تقريبا؟ يقدر اسابيع يقدر اسابيع يقدر اسابيع. انا الا هبط لي من 4 الغرام ل 2 غرام كنكون فرحانه في النسبه العمريه وكنحاولوا ما نحسوا الناس والمرافقين بهذا الخطوره ديال الهبوط الحاد وكنبقاو هذا والحمد لله كيكون كيتفهموا اللي الانسان خصو يشرح جميله هذه النقطه خصو يشرح باش يفهم ويتبعوا ويطبقوا الحمد لله. طيب دكتور غادي نمشيو معنا مكالمه حسن من الرباط ناخذ اتصال ديالها ومن بعد نكملوا. الا قدرتي تعمل الكاسك ماشي مشكل باش تسمعي السؤال ديال اختي حسنه. لالا حسنه صباح الخير جمعه طيبه. صباح الخير الله يبارك فيك مرحبا بك حسنه. عليكم جميعا كنحيي الدكتور علي معك الله يخليك. انا في حقا صراحه دبي لانترفونسيون ديالي بغيت غير باش نعطي لوكاد ما ميغ فيكتيمون كان وقع لها في هذا رمضان هذا انه كان كديات كترعد وكنت كترعد وهذا وكانت كتعرق بزاف بلاخص بالليل ياك ملي باغازا انا خديت هذاك ديال السكر لقيت بان فيكتيمون هبط السكر كذا 40 شي 46 هي هذيك في البلاصه دوك عطيتها شربت واحد حاجه حلوه ياك من بعد داكشي هي فاش بدينا كنت شفتها غاسترو باسكو كان عندنا مشاكل كان ديال الهضم. حنا بالنسبه لينا حنايا راه عندها مشكله ديال القولون العصبي او لا غير ملي مشينا مع غاسترو داكشي لقينا بانه فات عندها لا بي 12 اللي افوندري هبط لواحد الحد بزاف كثير ياك وبغيت ومن بعد داكشي مشينا عاوتاني عند اندوكسينو مختص في الطب في معاملات السكري والغدد لقى بان عندها سكر هو حد ما عرفتش الو لالا كتسمعوني كنسمعك كنسمعك وي لالا بارك الله فيك
كيفاش شنو عطاتها الطبيبه تصب دي انجكسيون ديجا ديال لا بي 12 اوكي باش تحاول تقادها لها يوميا. وعندها ثاني ملي مشينا لاندوكرينو ملي كان عندك خلل ديال السكر اللي كان كيهبط بزاف وشفت انا اللي كان قال عنه هو انه كانت كتعلق بالاخص في الليل في 3 الصباح 4 الصباح وفي البلاصه كنت كنعبر لها السكر تلقى بانه مثلا كيوصلها 60 70 فوالا الحمد لله دابا من بعد شهر وفات ديال لانجيكسيون ديال هذيك ابري تريتمون ديال بي 12 الحمد لله دابا السكر لقينا بانه الحمد لله راه كيتقاد يعني كنعبروا لها قال لي لوندوكسينو باش نعبروا 2 اور ابري غوبا سورتو برينسيبال تلقاه دابا وصل 99 1 غرام 10 1 شي حاجه بحال هكا اوكي. انا صراحه ربي ما بغيت نعرف غير واش كاين فيكتيمو علاقه ما بين بي 12 والكومبورتمون ديال السكر لا كارونس جو فيدير ديال بي 12 مع السكر. بارك الله فيك لالا. مرحبا حسنة حبيبة مرحبا بك وإن شاء الله غادي نطمنوك. دكتور نجاوبوها بغيت غير واحد يمكن ما سمعتش الأول ديال السؤال واش هاد المريضة كانت مصابة بالسكري وكتستعمل شي علاج على السكري ولا كتعاني من هبوط ديال نسبة السكر بغض النظر على داء سكري. حسنة معنا تقدر تجاوبنا؟ لالا معك معلوم لا ما عمرها كان عندها مشكلة سكر هي موالفة أنك تدير أوبو ديال سي موا أن بيلون جينيرال طا مزيو دو سيكوريتي ما كاينش عندها بتاتا المشكله ديال السكر. داكا الوغ بون غير باش نجاوبو ما كايناش علاقه مباشره ما بين النقص ديال الفيتامين بي 12. كتكون عند الناس اللي كيكونوا مصابين بداء السكري وكيستعملوا واحد الماده ديال الميتفورمين هذيك فعلا كيخصنا دائما نزيدو نضيفو لهم هاد لا فيتامين بي 12 باش ما كتحلهمش هاد لا فيتامين. هنايا لا فيتامين بي 12 عندها علاقه بالنسبه ديال كتقدر تسبب في انيمي كتقدر تسبب في بزاف ديال الامراض ولا سوبليمونطاسيون ديال لا فيتامين بي 12 كتصحح هذا المشكل. الوغ الهبوط ديال السكري باغ كونتر كيقدر يكون عند بعض الناس اللي بحال مؤشر بانه من بعد غادي يبدا يطلع السكر كتكون عنده علاقه مع مقاومه الانسولين كتكون عنده انسولين ريزيستانس ومجرد ما كياكلوا وخصوصا اذا كان واحد الوجبه اللي فيها السكريات كثيره بزاف كي بحال كيستيمولي الانسولين البنكرياس كتفرز الانسولين وكيهبطوا السكر كتسمى ليبوغليسيمي بوست ستيمولاتيف. الوغ هنايا هاد الناس هادو كننصحوهم باش في التغذيه ديالهم يحاولوا يحذفوا السكريات السريعه باش ما يبقاش يوقع هذا الميكانيزم ودائما يكونوا كيراقبوا السكر ديالهم لانه مع المده يقدر يولي سكري مرض سكري. طيب دكتور انا كنشكرك على الجواب شكرا لك حسنة حبيبة ديالي على الاستماع ودائما راه الاشاره غادي ناخذوا اسئله كثيره ولكن معنا غير فاصل اعلاني دكتور وفاء ممكن وفي اللي غادي نتوقفوا ثواني ومن بعد راجعين نخليكم معنا. حسنا مشكورين المتابعين على الاهتمام ديالكم وعلى مواصلة الاستماع جزءنا الثاني هذه تمام العشرة على مواجهتكم أم فهم كنجد تحيتي بكم تنقول لكم صباح الخير منورنا في فقرتنا بالوالدين إحسانا مشكورة دكتور وفاء شفيق فيلالي اختصاصية في أمراض الغدد وداء السكري والكوليسترول علاج السمنة أمراض الغدة الترقية واضطرابات الهرمونية. دكتور تنتكلموا على كبار السن الخصوصية ديال داء السكري عند هذه الفئة العمرية جاوبنا كثير ديال الأسئلة احنا غادي نجاوبوا عليها إن شاء الله تدريجيا بعد ما ناخذ اتصال سي محمد من دار البيضاء. نتمنى يكون مازال معنا سي محمد. السلام عليكم سي محمد. سي محمد للاسف انقطع الاتصال مع سي محمد. غادي نعاود نذكر سريعا غير بالارقام والخطوط ديالنا 05 22 31 33 33 رقمنا الثاني اللي هو 05 22 30 30 00. مرحبا بالاسئله ديالكم. دكتور تيسالوني شنو المعدل السكر الطبيعي اللي خصو يكون عند واحد مسن اللي كنجيو نقلبوا شنو شحال خصنا نلقاو؟ الوغ كيف شرط قبيله بانه ارتفاع ديال النسبه ديال السكر ابتداء من واحد السن ديال 60 سنه غرام 0.10 راه طبيعيه غرام و10 تقريبا طبيعيه غرام و20 طبيعيه غرام 26 ابتداء من تل غرام 30 غرام 40 كنعتبروا دابا طبيعي ومن بعد الاكل ما خصوش يفوت غرام 60 بالنسبه لكبار السن دي الوغ الناس الصغار من بعد الاكل ما خصوش يفوت غرام 40 دونك حنا كنحبدوا باش تكون في هذه النسبه ديال غرام 30 غرام 40 على الجوع وغرام 60 حتى غرام 80 ساعتين بعد الاكل يعني الناس اللي كيكونوا كياخذوا لهم لامارك كبار السن كان حنا كنحبدوا باش يكونوا في هذا فيها. باش نحافظوا على هذا المستوى شو من التدابير اللي خصنا نديروا دكتور نراقبوا ماكلتهم نراقبوا حركتهم نراقبوا يمكن بزاف الحويجات بعد ما ناخذوا سي محمد من ازيلال. سي محمد السلام عليكم. وعليكم السلام. صباح الخير يا سيدي مرحبا. الله يبارك فيك جمعه مباركه علينا وعليكم يا سيدي مرحبا من ناس ازيلال تفضل.
اي شكرا. مرحبا والدينا كنسلم عليك وعلى الدكتورة. مرحبا. مرحبا كيسلم عليك دكتور. مرحبا والدينا. عندي واحد سؤال. مرحبا. صار قطع الاتصال مع سي محمد من أزلال. سمح لينا سي محمد قطع لك الاتصال ولكن عاود عيط لينا باش نسمع السؤال ديالك. دائما مرحبا بالأسئلة ديالكم على أرقامنا 0522303000 أو رقم ثاني هو 0522313333. كاين ضغط كبير على الهاتف داك الشيء باش كيتقطعوا المكالمات. خلينا نفرم غاديش نبعدوا بزاف ياك دكتور. نبقاو في المنطقة ديالنا. مشكور سي بوعزة على التواصل ديالك. سي بوعزة مرحبا بك. شو واقع؟ لا إله إلا الله. كان ودنا ناخدو سي بوعزة هو. يلا ما فيش مشكل. غادي نعاودو إن شاء الله من دروكا ناخدو أسئلتكم مستمعينا. دكتور وفاء فيلالي غادي نكملو وحديتنا. كيف قلت لك كيفاش ممكن المسن يكون محافظين له على هاد نسبة السكر في الدم ديالو؟ شو خصنا نديرو كتدابير بيرو احتياطات؟ التغذية تكون متوازنة. نجتنبو كل ما كيطلع نسبة ديال السكري خصوصا النسبة ديال السكريات السريعة تكون محظورة بصفة عامة. و السكر الابيض وبحال السكريات البطيئه. السكريات البطيئه داك. رجع لينا سي محمد. مرحبا سي محمد. سي محمد السلام عليكم. عليكم السلام. صباح الخير سي محمد تفضل. الله يبارك فيك. هذاك عافاك داك السؤال عندي الوالد. ايه الوالد كبير في السن راه عنده 88 عام. بارك الله. هو مريض وبقى شحال هذا راه ما عرفتش غنديرو. راه كيدوز وكالي عاوتاني غير شي مرض قلبيه شويه او شي. شنو السؤال ديالك سي محمد؟ نعم شنو السؤال ديالك سي محمد؟ ونشوف اش غندير باش شحال لي معدل ديال السكر الله يرحم والدينا باش نسولك. واش هو واش هو مصاب داء السكري ولا غير كتخوفو يطلع له السكر؟ غير كان خوفو غير كتخاف. ايوا بالنسبه الى ما شاء الله عنده هاد النسبه ديال هاد السن هذا 88 سنه وكان السكري ديالو حتى الغرام و30 على الجوع وحتى الغرام و60 بعد الاكل. كنظن بانه زعما تكون غير التغذيه ديالو تكون متوازنه ما يكثرش من السكريات يجتنب كل ما هو دهنيات بخصوص الا كان ديجا عنده مرض القلب ينقص من الملحه حتى هي. دونك هاد الاحتياطات بصفه عامه الانسان يبقى متابعها والعلاج ديالو اللي كيستعمل على القلب ديجا ياخذ الدواء ديالو هادشي اللي كاين والمتابعه ديالو بطول عمره ان شاء الله. شكرا لك سي محمد من ازيلال. غادي نكملوا حديثنا ودائما معنا مكالمات المستمعين. معنا سي احمد من وزان هذه المره. سي احمد السلام عليكم. نعم لالا السلام عليكم. وعليكم السلام سيدي مرحبا بك. مرحبا بك. كنشكركم على البرنامج الله يجازيكم بخير. مرحبا. هذا واجب سي احمد تفضل. استاذه عندي داء سكري والضغط الدموي. داء السكري والضغط الدموي ارتفاع الضغط. نعم الضغط الدموي عندي ما بين 14 و16 يطلعوا هو ما بين 14 و16 انا كنسمعك. السكري داء السكري عندي 6.50. يلا بالنسبه للمخزون ديال السكر ايه وشحال النسبه ديال المخزون ديال السكر هذا الخزان ايه الخزان. وشحال العمر ديالك سي محمد؟ عندي 70 سنه لالا. ايه بارك الله. كنمشي عند الطبيب كنداوي عليه بالكينه. بالكينه ايه. شنو التساؤل ديالك سي احمد؟ التساؤل ديالي كنضيف الحامض واش ممكن هذا ولا نحيدو نقطعو؟ شنو هو الحامض؟ الحامض ديال الليمون البلدي. كتاكلو؟ واش كتملحو واش كتهضر على الحامض مرقد ولا الحامض عادي؟ لا الحامض مرقد. المهم حامض كناكلو مثلا مع الزيتون ولا مع الدواز ولا مع هذا كندير الحامض. ايوا الحامض كتملحو كيكون فيه واحد النسبه ديال الملوحه اللي كثيره بزاف عاد. لا مش دكتور ما كتملحوش. داكا اها. الا كان ما ملحش دونك ما كاين حتى شي مشكل لان كنعرفوا بانه الحامض عنده فيه واحد النسبه ديال المواد اللي كضد الاكسده اللي مهمه ولكن غير ما تكونش بواحد الطريقه عشوائيه باش ما ديرش تطلعش النسبه ديال الحموضه حتى في المعده وتسبب لك مشاكل وحده اخرى في عضو اخر. ما هي ما بالنسبه للطونسيون ولا الا ما كانش انا كناكد الا ما كانش ملح ما كاين مشكل غير بواحد النسبه قليله وما تكونش مبالغ فيها. دائما الانسان يمشي في الوسطيه وكيعطيني الدخان الراس بزاف. الا تناولتيه اذا الحاجه انت بنفسك راه كتسنط الذات ديالك حاجه اللي ضراتك ما غادي تجتنبها. انا نظن ان الطونسيون واقيلا هو اللي كيعطيني الدخان الراس. هاكا كانت دابا قلتيها بالنسبه للخزان ديالك مزيان ولكن الطونسيون ما بين 14 16 خصو يهبط قل من 13
دائما طونسيون. اذا خصك تشوف طبيب معالج ديالك باش يقاد لك الدواء ديال الطونسيون باش تهبط ل 13. كنقولوا 13 في الكبيره و8 في الصغيره. نعم شكرا. شكرا لله. نعم شكرا سي محمد من وزان، الله يزيد فرحتك. حنا عارفين منطقة وزان تبارك الله خصبة بالزيتون وبهذا الشيء، يعني يمكن داخل في المرود ديالو خصو ضروري بنين الماكلة بالزيتون والحامض، ولكن إلا ما كانش ملح بزاف ياك وما يكثرش منه كيزيد أي حاجة يبالغ فيها كيليق عليه ما ملحش، دونك إلا كان بواحد النسبة معقولة ماشي مشكل، مرة مرة ما كلشي إلا كان مبالغ فيه غادي يضر له. هو راك بدا كيحس بالأعراض، قال لك فيا الدوخة. طيب مرحبا بكم معنا مستمعينا العزاز، فقرتنا بالوالدين الإحسان اليوم تنتكلموا على الفئة العمرية المسنة ومضاعفات داء السكري. بطبيعة الحال أنه هذا الموضوع كنا تكلمنا عليه وعاود كنرجعوا لأنه الذكرى مهمة فيه، ودائما الواحد يراقب حياته ونمط الحياة خصوصا الناس اللي مرافقين هذا المسن. دكتور قلنا كاين بعض الحويجات اللي خصنا نردوا لهم البال، شنو الأمور كيف قلت أنه باش نحافظوا على السكر ديالنا الطبيعي اللي ما يطلعش ولا ما يهبطش؟ قلت لي نلتزموا بنظام غذائي يكون صحي. النظام الغذائي العلاج يكون دائما كيتصحح على حسب التحاليل. مره نقدروا نزيدوا مره نقدروا نقصوا. الحركه الانسان ما يبقاش غير جالس، كاين الناس اللي هذا كتكون عندهم واحد الميوله باش يبقاو غير جالسين بطريقه غير مباشره كيقدر ياثر على التوازن ديال السكري، لان ما كاين نقله الحركه وكيدخلوا في واحد الحاله ديال الاكتئاب وكيدخلوا في واحد الحاله ديال دونك كتبدا بزاف ديال العوامل عاد تقلل الحركة. المسن ما منعوهمش يتحركوا، نرفقوهم يتحركوا، بواحد الطريقه اللي معقوله. أيه. طريقه معقوله. شرب الماء هو تيلعب دور مهم دكتور، يعني واحد الطريقه تيخدم حتى في نسبه السكر بزاف. غنهضروا على الاهميه ديالو بعد ما ناخذوا سي عبد الكريم من وزان. سي عبد الكريم السلام عليكم. صباح النور اختي. صباح الخير سي عبد الكريم. تحيه كذلك للدكتوره وفاء، كنشكر على التوضيح والشروحات والله يطول عمرها بك. هي جميع الطاقم اذاعه هذا واجب سعد الكريم. شكرا لك معك دكتور. طيب شكرا الله يجازيك بخير في هذا الجمعه. عندي واحد سؤال وجمعه مباركه راني عندي واحد خطا جزئي في فاس. تفضل يا سعد الكريم. كنشرب كناكل الحلاوه بزاف. شو كتاكل؟ كناكل الحلاوه بزاف. الحلاوه بزاف هي؟ قهوه كتشرب ما كنعملش شاي بزاف. قهوه صافي. وانا دابا خايف تما من هذا يعني الصوت كيمشي بعيد، يمكن في شي منطقة خارجية. سي عبد الكريم كيتواصل معنا، أنا اللي فهمت هو أنه خايف قال لك اللي يتصاب بداء السكري، ما عرفتش دار تحليل قلب مشى للطبيب ولا لا ياك؟ إلا كان عنده، إلا كان مازال معنا سي عبد الكريم تقطع للأسف، قال لك يشرب بزاف خصوصا القهوة حلوة حلوة. بون إلا كان عنده غير تخوف والنسبه ديال السكري ديالو زعما عاديه، يحاول بصفه عامه ينقص ماشي غادي يقطع، ولكن الا كان ديجا كاين سكري هذيك راه ما خصوش نهائيا يتناول، الا كان مصاب بداء السكري راه بصفه زعما قطعيه ما خصوش نهائيا يتناول السكر. طيب شكرا لك دكتور على الجواب. غادي ننتقلوا هذه المره نبدلوا شويه من الشمال، غادي نطلعوا شويه للجنوب ياك، غادي نحيوا سكنه اكادير، غادي نسلموا على سي احمد. السلام عليكم سي احمد. السلام عليكم. السلام صباحكم سعيد بخير. تفضل سي احمد. الله يرحم الوالدين. انا عندي السكر شويه، عندي جرام 80 يتحلى الجرام 40 عرفت، وعندي التونسيون، كيطلع ليا بعد خطرت كيوصل لي 22. ايوا ما شاء الله شويه هذا طالع بزاف. انا كيقوتني ملي كناكل كيقوتني الكريز، ملي كتاف ديالي الراس ديالي عندي بحال شي تقطيع، تولي عندي شي نغزه بحال تقطيع اللحال. اش من جهه في الجسم ديالك؟ واش اليسر؟ ايوا هذه احتمال تكون عندك ذبحه صدريه لونجين دو بواترين، هذه الاعراض ديالها، هذه كتسمى الاعراض ديال الذبحه الصدريه لونجين دو بواترين، هي دي اللي كتقبط الجنب اليسر وكتطلع للراس وكتطلع للكسف اليسر. عندي ديك العروق العنقي كنقبطها بحال اللي كيتجبلوا ليا. ايوا هادشي كله اعراض، راه خصك بصفه مستعجله تشوف الطبيب ديال القلب. سي هادشي راه عنده تخطيط على القلب وقالوا لي شويه مزيان. ولكن ما كافيش تخطيط باش يقول لك واش شويه، خاص 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 واحد التحاليل اخرى، وخاص
شو سميتو ليكوغرافي ولا كورونوغرافي بعد شو سميتو بعد المسائل اللي باش كنشخصوا النوع بالضبط ديال المشكل اللي عندك, حيت هادشي عنده علاقه بداك الارتفاع ديال الضغط وانت عندك السكري, والناس اللي مصابين بالسكري كيكونوا معرضين بواحد صفه كبيره للمشاكل ديال الاورده وديال العروق, وانت ديجا عندك التنسيون كتكون عندك 22, دونك اول احتمال دابا هو هذه ديال الذبحه الصدريه. هاد الاعراض اللي عندك راه مستعجل خصك تشوف طبيب ديال القلب. دابا التنسيون عندي انا كيكون 14 15, ولكن هنا كناكل قوتي الغذائيه, اما في الغداء اما في العشاء كناكل شويه, كناكل ماشي شويه, كنتغدى مزيان ولا نتعشى مزيان, كانت زياره كي ملي كنزير نمشي نقلب الطنسيون هو الاول كنقلوه عندي كنقلبو غدا, كنجبر بانه يوصل هنا 22 23 راسي كي كنشرب الماء كنتقيه حاجه كنتقيه داك الشيء كنتقيه ويهبط لي الطنسيون 18 17 16, عاد كنرتاح شي شويه. اول نصيحه هو انا قلت لك تشوف العلاج ديالك ديال الضغط باش ما يبقاش هاد الاضطرابات ما بين 14 ل 18 ل 24 22, كيخص الدواء يكون كي كيحضي وكيهدا ديال النهار كله. كنستعمل الدواء ديال الطنسيون وكنسمع الدواء, ولكن ما كافيش الا كان كاتشي كيوقع لك من بعد الاكل, دونك كيخص شي دواء اللي يكون كيحضي في جميع المراحل ديال اليوم, ماشي غير من بعد الاكل وقبل الاكل باش ما تكونش لان هاد الاكثريه تاكل دونك هذا هو لان مع الاكل كان كيزيرني بزاف, ماشي زعما كان كيف تاكل الاكتاف ديالي والعرق طلعوا راسي والعرق ديال عنقي كنت كيتجبدوا كان كنقبط بيدي كان بحال اللي كنقز راسي. هادشي اللي قلتك دابا, هاد النصيحه اللي قلتك هو تشوف العلاج ديالك ديال الضغط اللي خاص الانسان يشوف واش تزيد شي حاجه تضيفها واش فهمتي, دونك كيخص ولا بدا تعاود تستشر مع الطبيب ديالك ديال القلب باش يضيف لك شي علاج اللي ما يخليش هذا الارتفاع اللي كيجي من بعد الاكل, لان يعني الاكل داك المجهود ديال الاكل وديال الهضم وديال هذا حتى هو راه بحال الا درتي شي مجهود, دونك وهاد الاعراض اللي كتقول لي الجنب اليسار ديالك والراس والكتف راها هي ديال الذبحه الصدريه, يعني دخلنا في المضاعفات ما خصناش المضاعفات. سي احمد الله يجازيك بالخير, عاود رجع عند الطبيب ديالك ديال القلب ودير التشخيص ديالك وغادي تقاد لك الدواء ديالك باش يولي متوازن نهار كامل نهار كله بصح جميع المراحل ديال اليوم. الله يزيد فرحتك. طيب احنا دائما معكم وهذا هو الهدف والغايه كدكتور وفاء فيلالي, مشكوره حبيبتي على الحضور ديالك معنا, انت شفتي حالات كثيره وكلها عنصر رجالي تيعاني صراحه, لانه ما كاينش متابعه مضبوطه كما تنقولوا في ضبط الادويه خصوصا تتعزن هذه الاعراض المضاعفه. غادي ناخذ السي حسين من سيدي بنور. سي حسين السلام عليكم. السلام ورحمه الله. صباح الخير سي حسين. لا سمي لاباس. الله يبارك فيك السي حسين, مرحبا. كنشكرك على البرنامج ونشكرك الدكتور اللي معك. هذا واجب السي حسين, مرحبا, شحاب بالخاطر تفضل. الله يرحم والديك, انا عندي التحاليل ديال السكر وديال كلشي, التحاليل ديال المهم ديال السكر شويه عندي غرام وتسعود. واش 0.9 ولا غرام و90؟ غرام وتسعود. غرام تسعود, واش غرام 0.9 ولا غرام فاصلة 90؟ غرام فاصلة فاصلة 90. داك الجرام فاصلة 90 والخزان ديتو 6. مزيان. مزيان. وقال لي الدكتور قال لي عندك شويه طالع الكوليسترول طالع. وخاص من السكر ومن الخبز. ودوكا وليت كنقص من السكر شويه, جاني صعيب باش نقص السكر ديالي صعيب. ايوا الانسان بواحد وشحال في السن ديالك اسي؟ 69 سنة. 69 سنة, إذا شنو قلنا في هذه الفئة العمرية هذه النسبة ديال السكر ما مرتفعاش بزاف, نقدر نقول طبيعية, ولكن الاحتياط واجب باش ما تدخلش المرحلة ديال السكري اللي هو مؤكد. واخا وانت عندك غير تقد غير نمط التغذية ديالو, ما يحتاج لا علاج لا والو, ياك ينقص غير شوية الخبز شوية السكر قال لك جاني صعيب اللهم يتعود عليه دابا قبل ما يدخل في المرحلة ديال السكري اللي مؤكد.
طيب سي حسين نعتزم الله يرضي عليك من اجل صحتك، هذا هو الاهم. شكرا لك سي حسين، وسلامي اكيد المستمعين ديالنا الاعزاء، تحيه كبيره لكم. ارقامنا دائما راه الاشاره 0522 30 30 00، او رقم ثاني هو 05 22 31 33 33. داء السكري خصوصيته مع كبار السن. حاضر معنا دكتور وفاء شفيق فيلالي. دكتور تكلمنا على كيفاش ممكن نحافظوا على معدل الدم ديالنا، السكر في الدم عفوا، لهاد الناس الكبار، قلنا بعض الاحتياطات والتدابير بما فيها مراقبه السكر، بما فيها التغذيه متوازنه، بما فيها الحركيه، وقفنا في شرب الماء. الاهميه ديال شرب الماء من بالنسبه للمسن، كيفاش ممكن كيقاد لنا نسبه السكر في الدم؟ هو شرب الماء اللي بالنسبه للانسان عادي في هذا السن ضروري، لانه كيخص تقريبا واحد النسبه ديال لتر ونص يوميا، وكنحتاسبو وكنحتاسبو حتى السوائل اللي كتشرب، دونك هذيك لتر ونص تكون بصفه تدريجيه خلال اليوم كله، جرعات على جرعات متواصله في خلال اليوم، لانه كتقدر تسبب جوستمون في ديزيداتاسيون، دونك هذيك الالتفاف كيقدر يعطي مضاعفات في الـ في الـ في الـ املاح الصوديوم بوتاسيوم، وكيوقع وكيكون عنده تاثير على الكلي، على على حتى بالنسبه للاورده ديال الدماغ، بحيث كيبدا الانسان يقدر يدخل ويخرج في الهضره، يقدر يكون عنده بسبب شرب النقص في شرب الماء. دونك واحد الحاجه اللي كيخص دائما نذكروا بها داك الناس اللي هما غالبا كينساو، ولكن الناس المرافقين واللي كيتواجدوا معاهم كيخصهم دائما ياكدوا تحط له قرعه ديال الماء وتراقب ساعه ساعه واش كيشرب منها ولا، حتى انه مع العمر كاين ما كتبقاش عنده ديك الرغبه، ولا ماشي الرغبه القدره انه يطلب يشرب الماء، حتى كاين عاود واحد المشكل يعني ما كيعطيش علامات ديال العطش، يمكن كذا هي كاين هذا المشكل، هذا كاين هذا المشكل، وكاين حتى بعض بالنسبه للناس داك كيولي كيعكز ينوض يتبول بحال هكا، دونك كيولي كيقول لك لا غادي خصني هذا خصني نوض، دونك كيدير بناقص، وهذه هي راه خطوره، هذه الخطوره. بالعكس خاص داك الشرب ديال الماء يكون هذا ويكون حاجه ما كتمنعش حاجه، دونك حاجه طبيعيه يشرب الحق حتى هذه يشرب وينوض يتبول، دونك حاجه طبيعيه. دكتور وفاء فيلالي غادي ننتقلوا معنا ستوندر سي عزيز من الرباط، ناخذوا السؤال ديالو من بعد نكملوا ونواصلوا حديثنا. سي عزيز صباح الخير. سي عزيز من الرباط. نعم. السلام عليكم سيدي، مرحبا. السلام عليكم. السؤال ديالي اختي انايا كان عندي لا سكر لا والو، حتى مشيت درت شكيت شي شويه، كنت ندير شويه الجيم شويه ديال البول شويه ديال سميتو عليه، ومشيت درت واحد التحليله لقيت عندي 2.40 غرام. 2.40 غرام. لقيت عندي الخزان في 10، ومن بعد بقيت كنتبع عند واحد الطبيبه، ولكن ديك الطبيبه ماشي اختصاصيه غير طبيبه عامه ودايره هي تتبع ديال السكر. بقيت كنتبع عندها وليت كندير ريجيم وداك الشيء، وليت المهم دابا رجعت الخزان حتى ل 5.6، هذه دابا شي ثلاث شهور انا العبر كنلقى السكر مسخر في داك الخزان داك الخمسه. كانت عطاتني الكينه في الاول كندير جوج حبات، وحده في الصباح وحده في العشيه، ومن بعد خلات لي وحده، ومن بعد دابا مخليات غير نص حبه، وعندي السكر كنلقى دابا من بعد الماكله قبل الماكله كنلقى داك الجرام 20 جرام 30 جرام 40، ومور الماكله كنلقى داك ساعتين جرام 60 جرام 40 حتى هي النيت. دابا غير بغيت نستشار مع الطبيبه شنو انا بالنسبه ليك الاخ، بالنسبه لهذه النسبه اللي وصلتي لها من 10 الخمسة راك كنت غادي نسالك، ولكن ملي قلتي لي جا على مراحل، دونك كنظن بانه راه الطبيبه راه عات هاد الخطوره ديال هاد الهبوط. 10 في الاول ورجع عند 7. فوالا جا داكشي تدريجي. دونك هذا هو، دونك ما خاش يهبط بصفه يهبط هكا بواحد السرعه، دونك ملي مجا هكا تدريجي دونك ما كاينش حتى شي خطوره. وهذا الشيء دابا اللي دابا كتلقى غرام وقلتي لي 10 غرام 20 حتى غرام 30 ومن بعد الاكل غرام 60، راك داخل في الاطار الطبيعي اللي هو اللي كان نحبوا يكون عند الناس اللي في هذه النسبه في هذه الفئه العمريه، دونك راك غادي مزيان. دابا واش نقدر داك الريجيم زعما ما ناكلش؟ هذا هو اللي كنصحوا الانسان يبقى داير الحميه، وكيت باش الانسان يقدر نستغناو على الحبه ديال الاقراص، ولكن الحميه كتبقى واجبه. يمكن ترجع للطبيبه ديالك باش يمكن لها الا شافت بانه الخزان ولا 5 وبقى 5 يمكن تستغناو على الدواء، ولكن الحميه كتبقى دائما، لان ملي كيجي المرض السكري كيتصاب به الانسان راه واحد المرض مزمن ما كيتشافاش. الحاله الوحيده اللي كيشاف ان ما كيكون غير طارئ هو ملي كيكون عنده علاقه ببعض الادويه اللي كتطلع النسبه ديال السكري، وكتكون غير كنقطعوا داك الادويه كيعاود يتقاد. بالنسبه للحاله ديالك انت اللي كان خزان 10 وهبط لهذه المرحله هذه، انا كنصحك
تعاود ترجع للطبيبه ديالك تقدر الا بقى هكا في هذه النسبه هذه تزول لك الاقراص الا كانت مثلا كتاخذ واحد النسبه تاع ديال النص ديالها وداك الشيء راه غادي تدريجي، ولكن الحميه تبقى دائما، الحميه دائما ما كاينش ما يمكنلكش تستغنى عليها باش هكا كتحضي الذات ديالك وكتحضيها من المضاعفات. وهذا حسي عزيز قلت لك الطبيبه يلا رجعت عندي هذه اسبوع ما خلاتش لي نص حبه قال لي خليها. ايوا انا قلت لك دابا يمكن دابا 3 شهور الا بقيتي في هذه نفس النسبه يمكن تحيدها لك، تحيدها لك يمكن تحيدها لك. هي ماشي اختصاصيه، هي غير طب عام ولكن داك تتبع السكر داك الشيء كان مكتوب. ايوا راه غاديه في طريق مزيانه، راه داك الشيء اللي دارت معاك راه هو هذاك. شكرا. الله يبارك فيك. شكرا لك سي عزيز، شكرا لك على التفاعل ديالك. مازلنا مستمرين دكتور، وانا كنشكرك صراحه على صبرك معنا وعلى الاجابه ديال المستمعين ديالنا. انت شفتي كم ديال المكالمات تسالينا المغرب كامل اليوم. مرحبا ياك سي حسن من تفراوت. صباح النور سي حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام سيدي. الله يبارك فيك سي حسن. مرحبا. بخير لاباس عليكم. الحمد لله وانتم لاباس. جمعه مبارك. الله يبارك فيك. الناس ديال تفراوت كلشي بخير؟ بخير بارك الله. ايوا الحمد لله. تفضل سي حسن دكتور معك. انا اختي عندي طنجي الا ما كليتش الدواء كيطلع لي 16 17 الا كليت الدواء كيبقى في 14 تسعود 14 10 داك الشيء اللي عندي المشكل. اها والسكر وعندك انت مصاب داء السكري؟ عندك سكر؟ ها واش عندك سكر حتى هو؟ سكر؟ لا كان ياكل الدواء ديال الاعصاب. دونك ما عندكش السكر، دونك هذا مشكل غير ديال ارتفاع الضغط. حيت دابا قال لي الطبيب ديال الطنسيون تبعت زالو عنده قال لي 6 شهور تجيب لي التحاليل، مازال ما درتش التحاليل باش نشوف واش عندي السكر ولا ما عنديش. داكو. وما كتحش ما كتحش بالاعراض ديال السكر، ما كتشربش الماء بزاف وكتبول كنشرب الماء بزاف ديما. ايوا دونك يمكن لك يدير التحليله ديال السكر، يدير التحليله ديال السكر ما يتسناش 6 شهور، يمكن يدير التحليله ديال الدم باش يطمئن شكرا لك دكتور على الجواب، وشكرا لكم مستمعين على التفاعل ديالكم. تبارك الله كانوا مناطق مهمه اليوم، مشينا من الشمال للجنوب، وحنا غاديين من اجل توعيه المواطنين ديالنا المغربي في كل مناطق بلادنا العزيزه والغاليه. دكتور معنا اسئله على رقمنا الواتساب اللي هو 0624004. كتبوا لنا بعض الاسئله غادي نجاوبوا. سؤال مستمعه وفيه قالت لك الله يخليك دكتور، انا عجوزتي فيها داء السكري، السن ديالها 70 سنه ومتبعه مع طبيب، ودابا عطاني نعبر لها السكر مده اسبوع في الصباح في الغداء وفي العشيه مره فمره كنلقى عندها غرام و 0.8 في الصباح، مره كنلقى غرام و30 في العشيه او الغداء. واش هاد العبارات مزيانين ولا لا؟ هادي يعني ما بين الصباح ما بين العشيه معقوله؟ معقوله مزيان. دكتور شكرا لكم على اختيار الموضوع. سؤالي شنو هو السكر يكون مقاد عند سن 45 سنه؟ كيفاش انه السكر كنقولوا راه مقاد في سن 45 سنه؟ هذا بالنسبه للانسان اللي مصاب بداء السكري. أيوة. واش السكر ديالو مقاد؟ كيفاش خاصو يكون مقاد؟ خاصو ما يفوتش غرام و20 غرام و30 على الجوع، وغرام و40 غرام و60 ساعتين بعد الاكل. هذا هو هذا بالنسبه والخزان ما خصوش يفوت 7 ديال ما بين 6 ونص حتى 7 بالنسبه للناس اللي 5 في هذه الفئه العمريه ديال 45 سنه. ملي كنفوتوا هذه النسبه للفئه العمريه كنمكن نمشيو حتى 7 ونص حتى 8 بالنسبه للناس اللي كبار بزاف عاد بالنسبه للخزان ديال السكر. الوغ في هذه الفئه العمريه في هذه الفئه العمريه 45 سنه خص الخزان يكون ما بين 6 ونص حتى 7 والحبذا يكون في 6 ونص بالنسبة للخزان ديال السكر. يتبع واحد نظام حياة معين، ياكل متوازن متوازن، إذا كان مصاب بالسكري يتناول الأدوية ديالو، الحركة اليومية، يتجنب القلق، يكون الإنسان زعما كاين بزاف ديال المسائل اللي كتساهم بصفة مباشرة ولا غير مباشرة في الحالة الصحية ديال المريض. طيب شو اللي كيزعج كثير أو شو اللي خاص ضروري الحذر منه بزاف، النوع الأول النوع الثاني اللي كياخذوا الأقراص وكيديروا الأنسولين دكتور؟ انا خصوصا غير باش واحد البارونتيز واحد القوس الحلو. السكري انواع، السكري كاين اللي كيعرفوا الناس النوع الاول النوع الثاني، وكاين واحد الخلط في هذا. النوع الاول هو اللي كيستوجب الانسولين عند الانسان اللي شباب واللي كتكون عندهم الماده ديال الانسولين مفقوده في الذات ديالهم، لان كيجي داك النقص ديال الانسولين كيجي بواحد الطريقه حاده، كيدخل الانسان لاسيدوسيتوز وكيدخل في واحد الغيبوبه الى ما باش ناش دغيا بدلنا بالعلاج. دونك هذا النوع الاول كتكون عنده علاقه بالفقدان ديال الانسولين، الماده ديال الانسولين. وكاينين النوع الثاني هو اللي كيكون كيجي تدريجي، بحال شفتي الناس عنده 2 غرام راه كيجي تدريجي حتى كيوصل واحد
واحد المرحله وعاد كيتعرف السكر وكنعطيوه الادويه والا ما كفاتش الادويه كيولي كيستعمل الانسولين ولكن بلا ما يكون هو من النوع الاول كيكون هذا انسولين تريتي معالج بالانسولين بلا ما يكون هو من النوع الاول كتكون مثلا بعض الناس كنبداو لهم بالعلاج بالاقراص وكنضيفوا الانسولين بطيئه والا ما كفاتش كنديروا بوليس بازال كنزيدوا السريعه مع البطيئه وبعض المرات كنخليو لي دو بروتوكول السريعه الانسولين مع الاقراص وبعض المرات كنستغناو كاريمو على الاقراص وكنبقاو غير بالانسولين بلا ما يكون هو من النوع الاول مستوجب الانسولين بالضروره كتما انسولون نيسيسيتا ضروره كل كيفاش هذا الشيء في الحاله الصحيه ديال المريض يا اما الحاله الصحيه ديالو ديال دابا يا اما مثلا واحد الظرف معين مثلا دار اون انفيكسيون دار واحد تعفن وطلع له السكر واستعملنا الانسولين واحد الوقت معين غير بصفه مؤقته ومن بعد كنقدروا نرجعوا للعلاج يقدر غير مثلا عند واحد العمليه جراحيه غادي يستعملها وكنعملوا الانسولين وهنا كناكد ما عندناش حد الناس كيستعملوا الانسولين في ذاك الظرف وكيبقى كيستعمل هذا دائما بلا ما يعاود يرجع لعند الطبيب اللي غادي يقدر يستغني عليها ويعاود يرجع له العلاج الاخر وهي نقطه مهمه شفتي راني كنحييك عليها يعني انك تبقى في الاهميه المتابعه على شي حاجه اللي مهمه بزاف عاد نقدروا نضطروا في اي لحظه نغيروا الطريقه ديال اخذ الادويه ولا الادويه المناسبه ودائما الطبيب المعالج هو اللي كيكون كيهضر بيان سور كيكون وبعض المرات كاين بعض الناس كيجيو يقولوا اعطيني الانسولين كنقول لا ما نعطيكش الانسولين انت ما وصلتيش الانسولين الانسولين راه واحد الدواء وكاين ناس اللي كنوصلوا الانسولين ولا يهديهم كيبقاو كيتخوفوا منها وهي راها حتى هي طريقة من طرق ديال العلاج اللي باش كيقول لك لا فلان دارها وعمى فلان دارها ودار دياليز هو هذاك الانسان اللي استعملها حتى وصل واحد المرحله المتقدمه في المرض ووصل داك المضاعفات ماشي هي اللي دارت له داك المضاعفات بسبب السكر اللي كان عنده السكر اللي كان عنده اللي ما كانش غادي ينتظم هذا هو ولكن شكون اللي كتكون متابعته شويه اقل زعما ضرر ومضاعفات الاقراص ولا الانسولين هو السكري المضاعفات ديالو راه كلها تقريبا وحده المضاعفات الحاده ولا هذا غير الناس من اللي كيستعملوا الانسولين كتكون المضاعفات الحاده كتكون اكثر هذا الهبوط ديال السكر بخصوص الهبوط ديال السكر كنخافوا منها بزاف عاد اللي كيستعمل الانسولين كنخاف وكاين بعض النوع ديال الادويه حتى هي بعض الاقراص بحال السولفاميد حتى هما كيديروا لنا داك الهبوط الحاد دونك سكيفي كنخافوا حنا من داك المضاعفات الحاده في كلتا الحالتين اللي كيستعمل الانسولين ولا اللي كيستعملوا الاقراص اشد خطوره واشد حده بالنسبه للناس اللي كيستعملوا الانسولين اكثر طيب دكتور باش نختموا نبقاو ايجابيين ممكن هل ممكن لمريض السكري انه يتعايش مع المرض ديالو ويعيش فتره العمر ديالو الحياه ديالو بشكل صحي وامن ويقدر يعيش حتى 80 وحتى 90 وما كاينش مشكل الحمد لله ولا خاص شي حويجات اللي كتقول لهم رد بالك راه تقدر توقع كذا وكذا الا ما انتبهتيش شنو هاد اكيد لانه واحد المرض مزمن الى الانسان عرف كيفاش يتعايش معاه وكان متابع مزيان وكان كيستعمل كيتبع المرض ديالو وكان كيستعمل الادويه ديالو وكي يعمل بالنصائح اللي كيعطيه الطبيب ديالو بيان سور راه غادي يعيش شحال ما كان لانه بالعكس بعض المرات كناكدوا كنقولوا الناس الانسان اللي عارف المرض ديالو وكيقلب الصحه ديالو راه غادي بوتيتر يعيش وغادي بوتيتر يعيش اكثر من هذاك اللي كان ما عارف والو ما باغي يقلب على والو وكيوصل لواحد الفئه عمريه يمكن 50 سنه ولا 60 سنه وكيجي كتلقى المضاعفات ديجا كاينه يعني هذا الاحتمال كاين كاين وعندنا ناس اللي وعندي انا تبارك الله واحد المده شحال وانا كنمارس دونك سكيفي عندي اطفال اللي جوني في السن ديال مثلا اربع سنين ودابا راه شباب تبارك الله وولدوا وهذا دونك سكيفي والحمد لله ما عندهم حتى شي مضاعفه من المضاعفات يعني كتبقى خليناها سلوك ونمط حياه يكون صحي دكتور شكرا جزيلا على حضورك معنا شرفتيني ونورتيني في هذه الفقره ان شاء الله ما تكونش اخر مره مرحبا بك لان التخصص ديالك مهم جدا كيجونا اسئله كثيره على هذا التخصص دكتور وفاء شفيق فيلالي اختصاصي في امراض الغدد وداء السكري والكوليسترول علاج السمنه والامراض الغدد الدرقيه واضطرابات الهرمونيه كانت معنا فقرتنا بالوالدين احسانا جمعه طيبه لك دكتور ان شاء الله اكيد غادي نخليك تنتي تكمل النهار ديالك لان المرضى كيتسناو في العياده